تابعين مع فقراتنا العديدة ببابا واللي بتنتظروها أسبوعيا. والسبيشل هايلايت لليوم عن موفي كذبة بيضاء، كيف كانت أجواء الريد كاربت ومين النجوم اللي كانوا حاضرين. كل التفاصيل بالصوت والصورة مباشرة. نحن معكم اليوم من الأبان بروميير والريد كاربت الخاصة بفيلم كذبة بيضاء. مين النجوم اللي كانوا متواجدين وبشو خصوا كاميرا بوب أب؟ كل التفاصيل بالصوت والصورة مباشرة. ممثل بيير شاماشيان، هاي وأهلا وسهلا فيك ببوب أب عبر الـ LBC وقنوات روتانا. يا هلا فيك، يا هلا وسهلا فيك. مبروك اليوم مولود سينمائي جديد كذبة بيضاء، وحضرتك ايضا مشارك فيه. قد ايه سعيد بهالتجربه، ويا ريت تخبرنا اكثر عن دورك بالموفي. دوري حلو، دكنجي، تسلينا معهم، شباب كلهم بحبهم، العمل حلو، كتابته مهضومه، ومخرج وانتاج، وكان شغله حلوه كثير. ليك يابا، في قرابتي بيعرف ورشه عمار بدهم فيها شغيله. توني، مبروك اليوم مولود سينمائي جديد من بطولتك كذبة بيضاء. قد ايه سعيد بهالتجربة الجديدة مع ايجل فيلمز؟ كثير، وصراحة ما كنت مصدق اي متى يوصل الوقت لبلش ينعرض الموفي وللافون بريمير. اليوم حنشوف شيء جديد، حنشوف موفي بيشبه العائلة. انا كثير محمس وناطر اللحظة لنفوت نحضر وتحضري معنا. اكيد بهالعصر اللي نحن عايشين فيه، برأيك شو الأصعب، انه الواحد يضطر يقول الحقيقة او انه يضطر يلاقي كذبة بركة تنقذه بموقف معين؟ ليكي، في اوقات إذا كان عم بيعمل هالشيء للخير، الكذبة مفيدة تكون بيضة وخفيفة ما تكون جارحة، بس إذا كان عم بيكذب ومعود على الكذب قصد وليأذي الغير فمشكلة. شو مخبص أنت ولا فريد؟ كأنه أول مرة بتظهر مع بنت. أول مرة بظهر مع بنت، فكرتني أني مهندس. خبرينا عن الثنائية اليوم اللي عم تجمعك بتوني عيسى، قد ايه سعيدة وقد ايه هيك شكلته كوب الحلو اليوم؟ حبيب قلبي، توني أصلا مش أول مرة بشتغل أنا وياه، هيدا يمكن تاني أو ثالث عمل، توني صديقي، فأكيد بس يكون في صداقة. توني، وسام، بونيتا، بيير شمعون، كل الناس، بس يكون في صداقة بتجمعك مع الناس، فأكيد العمل بيطلع أحلى، لأنه بتعرفي كيف بيشتغلوا وشو بيحبوا يشتغلوا ووين البوزيتيف عندهم يشتغلوا فيه. حلو حديث. ممثل النجم وسام صباغ، هاي واهلا وسهلا فيك مره جديده ببوب اب عبر الـ LBC وقنوات روتانا. سيلا لك، شو هالشكل الجميل. ثانك يو سو ماتش، ميرسي، ثانك يو. بدي اقول لك اليوم مبروك مشاركتك بهالمولود السينمائي الجديد كذبه بيضاء. قد ايه سعيد بهالتجربه الجديده ايضا مع ايجل فيلمز؟ يعني كل مره هيك عم نزيد على رصيدنا شيء جديد، وكذبه بيضاء كمان من الانتاجات المحترمه اللي بتتوجه للعائلة بكل احترام، بكوميديا نظيفة انطلاقا من بيئتنا ومن حياتنا. وإيجل فيلمز على طول، يعني هيدا سابع فيلم أو أكثر، صار عندها إذا بدنا نقول احترافية بصناعة الموفيز والأفلام والدراما والعربية واللبنانية. فطالما السينما بخير نحن بخير، ويا رب الجمهور يحب، وأنا أكيد أنه رح يحب بإذن الله. لك قلب تخلي ثلاث أولاد وأم وبقرة كذبين كتير بهالموفي أو بتقطع؟ لكن بس كلهم كذبة بيضة، يعني كلهم أبيض بلان كاسي. بتصدق أنه في الكذب بألوان أو الكذب كذب؟ لا، في ألوان، في ألوان، في أوقات الكذبة ضرورية. يعني مثلا إذا مش عجبيني شعراتك، عيب أجي أقول لك مش حلوة شعراتك. لا، هيدا مش معقولة. بس هي كذبة. أوكي، إذا هيك أوكي. أطوانات كمان عن أعمالك القادمة، شو عم بتحضري أيضا حاليا؟ هلا جاي من التصوير، من تصوير كثير سلبي، وعندي مسلسل مجنون فيكي، وعندي مسلسل كارما، وهو اللي خلصوا. هلا في إشي على الطريق. دي سعيد اليوم بأنطوانات عقيقة زوجتك بالسينما. أنا مش اليوم بس سعيد بأنطوانات، عطول سعيد بأنطوانات، ومحظوظ أني عندي مرة مثلها، فنانة وأم وست بيت وبتاخد العقد. برأيك اليوم صار فينا نحكي عن صناعة سينما بلبنان؟ أنا من قبل بشرت بصناعة سينما بلبنان، وبعتقد أنه نحن على الخطى المضبوطة. بكير شوي، يعني فينا نقول نحن صناعة فتية بالسينما اللبنانية، بس نحن على الطريق الصحيح. ما في شركة اسمها لابس ديزاين،
كثير ديبرسيون. الكذبه بالفيلم مهضومه، بالحياه كلنا بنكذب عن جد. اصلا احنا عايشين بخاصه بوجود الانستغرام وهالاخبار، كذبه كثير كبيره عايشين. السوشيال ميديا كلها فيك بنظري. مش قد الفيسبوك، الفيسبوك غير، بدل في فيديوز بتشوفي، بس الانستغرام والفولورز الفيك والناس اللي عم تتوهم وشو بتوصل مسج، يعني عصر الكذب اذا هيك. ايه كابوس، عصر الكابوس. لا مش غلط واحد دايما يخلص حاله بكذبه، بس الكذبه تكون بيضه غير هيك نو ولا شيء. كمان نقلك مبروك نجاح 50,000، قدي سعيدة بالفيدباك اليوم. 50,000 مسلسل لايت ومهضوم وقريب للناس وهيك. هلأ أكيد في قصص عندي عتب عليها، بس قد بياند العالم حابة ومبسوطة فيه. ماجي، كنت صرحت مؤخرا اني كنت تعرضت للعنف سابقا وتعنفت كامرأة، واليوم بنشوف انه بكل المحافل العالمية عم ينحكى كثير عن المرأة، تفعيل دور المرأة، كمان تضامن مع اللي عم تتعرض المرأة للعنف الجنسي او حتى اللفظي. شو اللي صار اليوم بتحبي توصيها لكل حدا، خاصة انك يعني مريت بهالتجربة وقدرت انك تنتفضي؟ انا بقول لكل امرأة ثوري على وضعي، ما تسكتي، ما تقبلي بالوضع اللي انت فيه. نحن خلقنا بهالدنيا مره واحده، ما في اهم من الكرامه بالحياه. واذا انا اقريت بهيدي التجربه حتى اقول لكل امراه فيك تكوني مثلي، ترجعي توقفي على اجريك وتبني حالك عن اول وجديد. أعمالك صارت منتظرة خاصة بشهر رمضان، بتكوني عم تخوضي السباق الرمضاني وبقوة، وهالمرة كمان حيكون في ثنائية مع قيس الشيخ نجيب. قديه سعيدة بهالعمل وبشو بتوعدي كل المشاهدين؟ كتير مبسوطة، نوعدكم بمسلسل إن شاء الله حلو. دايما أنا بقول إحنا عم نعمل اللي علينا، ودايما بقول هالمرة مش مثل كل مرة، بقول خوفي مضاعف 10 مرات، لأنه عم بلعب 10 شخصيات، فالمسؤولية 10 مرات والخوف 10 مرات، يعني الباقي على الناس وعلى الله مثل ما الله بيريد. كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعوك ببابا، شو بتحب تقولي لهم؟ بدي أقول نوعدكم بفيلم كتير حلو اسمه كذبة بيضاء، تعوا شوفوه. وإن شاء الله بنوعدكم بمسلسل جوليا على شهر رمضان المبارك، مسلسل حلو. وميرسي لأنكم دايما بتتابعوا كل أخبارنا الحلوة. Thank you. إذا بدنا نحكي شوي عن السباق الرمضاني كإيجل فيلمز، كيف رح تكونوا عم تخوضوا هالمرحلة؟ إيجل فيلم هالسنة داخلين بخمس أعمال رمضانية، يعني أعمال رمضانية، اثنين لبناني بان عرب اللي هن جوليا بطولة ماجي بغصن قيس الشيخ نجيب، تقلى شمعون ونجوم كتير، وأيضا تانجو رامي حنا، باسل خياط، باسل مغنية، دانيلا رحمة. بمصر عنا عملين مصري، واحد منهم لظافر عبدين والتاني لروبي، وأيضا بالخليج عنا عمل خليجي كمان عم يتصور. نحن دايما نتمنى لكم كل التوفيق. Thank you, good luck. Thank you لعليك. نجم كارلوس عزار، هاي واهلا وسهلا فيك بي باب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. هلو، كيفك؟ يعطيك العافيه. على الصعيد الفني عم تحضر اغنيه جديده ممكن نسمعها على طريقه سينجل؟ مزبوط. كيف عرفتي؟ هيك بعد بقرا الافكار. ما خبرنا حدا يعني، بعد قريبا قريبا في شيء. بعنوان؟ لا بعد العنوان بكير عليه، بس في شيء. الله يرضى. بما انه نحن اليوم هيك اليوم اجواء كلها كذب بكذب وكذبه بيضه، برايك بهالعصر اليوم شو اللي اهين، انه نقول الحقيقه او انه نضطر نكذب؟ دائما نقول الحقيقه لو شو ما بدها تكلف. نادين الراسي، هاي واهلا وسهلا فيك بي باب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. يا هلا فيكم. دايما منوره انت. ثانك يو سو ماتش. ميرسي. بدايه شو بتحب تقول اليوم للكرو والكاست الخاص بموفي كذبه بيضاء اللي من انتاج ايجل فيلمز؟ اكيد بدي اقول لهم يعطيهم الف عافيه، ربنا يعطيهم على التعبهم، ودايما الرهان مع ايجل فيلمز بيكون ربحان، بقى اختيار جيد وان شاء الله للامام. نادين، برايك اليوم بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه شو اللي اصعب، انه الواحد يضطر يقول الحقيقه او يضطر انه يخلق كذبه لينقذ حاله بموقف معين؟ لا لا لا، ما في شيء بالطريق تام. انا بقول الحقيقه. يعني ما في كذبه بيضه بالنسبه لك؟ لا، في الكذبه البيضه اللي ما انا كذبه، هي ما بتبقى كذبه، يعني الكذبه كذب، بس في شيء بيتسمى كذبه بيضه ما له علاقه بالكذبه هي. مسحه انه ايه شيء تمريقه شغله ما بعرف شو بسموها، بس انه هي ككذب لا ما لها علاقه بالكذب. الكذبه البيضه انه شيء حلو، شيء بيودي لشيء حلو، الكذب هو خربان بيوت. نحن اليوم عايشين بعصر السوشيال ميديا، فينا نقول عايشين بعصر كذبه كبيره؟
عايشين بعصر الدكاكين. لا أجل بالنسبة للسوشيال ميديا. إيه لأنه اليوم يعني في كذب كتير، في أوهام كبيرة، في بالونات عم بيعيشوا فيها، في حقائق ما عم تتوقعيها، في ناس تفتح دكانة صغيرة بتفوت بتبلش تقوس عليك وتسمعك كلام بشع، في قلة احترام للأشخاص وللعيال المحترمة بتطرق لكم يعني. ايه دماج. وعن أمريكا القادمة شو عم تحضري حاليا؟ أنا طفلي المتوحد بس لرمضان إن شاء الله بأول شهر رمضان خماسية، وغير هيك لشهر آب إن شاء الله عندي كونتريات عم ندرسهم. كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعوك ببوب أب، شو بتحب تقولي لهم؟ تابعوا أخباري من خلال بوب أب وبقلكن إنه نيالكم فيها.